لسه العيال بتهرب من التطعيم، واحنا صغيرين كنا اطفال برضو يعني مش عارفين قيمه التطعيم الاجباري. كنا واحنا اطفال نروح المدرسه ففي دايما يبقى في عندنا يقول لك مثلا ايه يا جماعه النهارده يوم التطعيم، فطبعا باعتبارنا اطفال في اولى ابتدائي اظن حاجه زي كده ولا تانيه ابتدائي عاوزين نزوغ يعني مش عايزين شكه الابره. بالوقت واحنا بنكبر عرفنا القيمه الحقيقيه بتاعه التطعيم الاجباري. بالمناسبه مصر من الدول القليله جدا اللي لسه موجوده في العالم بتعمل حملات التطعيم الاجباري. وبالمناسبه الجيد قوي انه حملات التطعيم في مصر مش بس لسه موجوده، لا هي بقت موجوده وبوتيره اكثر دقه. ليه؟ احنا اصبح في عندنا داتابيز، عندنا خرائط كبيره جدا او بيانات، قواعد بيانات ضخمه جدا لكل حاجه تقريبا. وانا اظن ويصححنا في ذلك طبعا يعني الاطباء ووزاره الصحه وما الى ذلك، انا اظن ان في جزء كبير جدا من قدرتنا المناعيه تجاه الموجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اللي حصلوا بتوع الكورونا ان احنا كنا متطعمين ضد حاجات كتير اجباريا مش متروكه للاختيار، وبالتالي الجسم كانت مناعته كبيره. مش بس عشان كورونا يعني، هي المساله بالمناسبه ما احنا ما طعمناش اكيد كورونا واحنا اطفال، لكن مناعه جسمك عاليه. الكورونا كانت جزء من اللي بتعمله ايه لو تفتكروا؟ بتخفض من معدل ومستوى المناعه في جسمك، فتبقى عرضة للإصابة بأمراض أخرى. لولا التطعيم الإجباري ده كان زماننا هيبقى حالنا زي دول كبيرة في أوروبا، كان يبقى حالنا زي الولايات المتحدة الأمريكية لو تفتكروا الموجة الأولى للكورونا عملت إيه في العالم بفضل ربنا سبحانه وتعالى والجهد المستمر ربنا حمانا. طيب بقول الكلام ده علشان إحنا بدأنا في إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشتى محافظات الجمهورية. خلوني بقى للمزيد من الاطلاع وأيضا للفهم ناخد معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير أستاذ يوسف، تحياتي لحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. أنا كنت بقول إنه إحنا نعرف التطعيم الإجباري من وأنا طفل صغير، وكانوا عيال كتير معنا في المدرسة يبقوا عايزين يهربوا من التطعيم، إلا إن إحنا بالوقت وبالسن قدرنا نفهم أهمية هذه التطعيمات، وحتى في وقت الكورونا اكتشفنا إن لولا حملات التطعيم الإجبارية دي كانت هتبقى مناعتنا في الأرض، فنصاب بأمراض أخرى على خلفية الكورونا، صح ولا إيه؟ يعني هو مما لا شك فيه ان التطعيم هي من اهم الوسائل الوقائيه ضد الاصابه بالامراض. خليني امثل التطعيم لحضرتك زي كده المناورات التي تقوم بها الجيوش استعدادا للحرب. فكان الفيروس هو ده الحرب اللي بيقودها الفيروس او الفيروسات التنفسيه على جسم الانسان او اي نوع من الفيروسات. الجسم من خلال التطعيم بيعمل المناورات والتدريبات عشان يبقى دائما جاهز ومستعد لاي محاولات للتعامل مع او لغزو هذا الجسم من خلال الفيروسات. لا شك طبعا انه لما بيبقى الانسان مناعته ضعيفه فبيبقى عرضه للاصابه باشكال متعدده من الفيروسات. لما النهارده باخد التطعيم ضد الانفلونزا، باخد التطعيم ضد شلل الاطفال، باخد التطعيم ضد الحصبه، كل ده بيؤمن جبهات ضد انواع معينه من الفيروسات. فلما يبقى عندي كل الجبهات مفتوحه تختلف عما يبقى عندي جبهه واحده لفيروس جديد اسمه الكوفيد. حلو جدا. التطعيم اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ده تطعيم شلل الاطفال وما اظنش ان ده حقن، مش كده؟ ده بيبقى زي قطره في البق كده. ده تطعيم فموي. بيؤخذ عن طريق الفم. الحمله هتستمر كام يوم يا دكتور؟ الحمله من النهارده بدات النهارده وهتستمر ليوم 14 ان شاء الله، 4 ايام. عظيم جدا. دي بتبقى على عموم الجمهورية يا دكتور حسام؟ دي لكل في كل المحافظات مستهدف بيها ما يقرب من 16 مليون طفل من سن يوم إلى سن 5 سنوات من المصريين
أو غير المصريين المقيمين على الأراضي. على الأراضي المصرية. طيب أنا كنت بقول زمان علشان نستهدف 16 مليون في 4 أيام ده كان فيه شبه استحالة، دلوقتي مع وجود قواعد بيانات محدثة أظن الأربع أيام ممكن يبقوا كافيين، مش كده ولا إيه؟ آه الحقيقة، واللي هي مش أول مرة يعني، إحنا الحمد لله دلوقتي بقينا بنطلق الحملة دي سنوياً، يا إما مرة وأحياناً مرتين، والحمد لله يعني بنتمكن من تحقيق أكثر من 99% من المستهدف في ظل الأربع أيام. يمكن أحياناً بنحتاج يوم أو يومين، لكن عمرنا ما بنزيد عن كده بسبب وجود قواعد بيانات واضحة جداً، سواء من خلال الربط بشهادة الميلاد والربط بالرقم القومي، والحقيقة ده اللي سهل الكثير من حياتنا في الفترات الأخيرة، مع برضو الربط بالمسح اللي عملناه من أكبر المساحات على مستوى العالم في حملة السيد الرئيس أو في مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة أو الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية، السمنة والضغط والسكر. هل لازالت مجموعة التطعيمات الإجبارية بتاعت زمان موجودة، شلل الأطفال والثلاثي والدرن والسعال الديكي والحاجات دي؟ ما زالت، وبل على العكس في حاجات بتزيد، يعني فيروس بي مثلا من ضمن الحاجات اللي زادت، وبيتم الآن دراسة إضافة تطعيمات أخرى، لأنه مع التطور الطبي ومع الفيروسات أيضا بتتطور وبتحاول إن هي، لأن احنا في حرب مستمرة ما بين طبعاً. إن الفيروس عايز يعيش ونحن نريد أن نحيا حياة صحية سليمة، فبيبقى في تطور وتغير، ولهذا أيضا تتطور برنامج التطعيمات، بيتطور مع تطور العلم والطب والأبحاث ومع اختلاف أنواع الفيروسات المكتشفة. صحيح. طب أنا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. بالمناسبة لو خدتوا بالكم في المشاهد اللي احنا كنا بنعرضها من هذا يعني زي تقرير كده، في اجانب موجودين اهو، بص اهو اجانب واضح باين قوي، يعني مش مجرد ناس بلوندات يعني شقره، واضح انهم اجانب. زي ما قال دكتور حسام بالظبط، الحمله بتستهدف كل المصريين واي رعيه اجنبيه موجوده على الاراضي المصريه.